بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا جماعة معانا تيست الوحدة الخامسة من كتاب توب ستودنت، من كتاب توب ستودنت تيست الوحدة الخامسة. بس قبل ما نقول تيست الوحدة الخامسة، هناخد أول الطلاب المتميزين، جمل الطلاب المتميزين. بليز جيف ذا تو بويز تو ساندويتشز، ادي الولدين دول كل واحد فيهم اتنين each، لأن each ممكن تتكتب لوحدها من غير اسم بعدها. When I go to bed، لما أروح للسرير، I usually sleep on my back، بنام على ظهري أو على أي جانب، أيذر سايد، على اسم مفرد، أيذر سايد، أي جانب، مش بو سايدز، مش معقول هنام على الجنبين. طب هنام على الجنبين إزاي؟ ده حاجة غير منطقية. The two doctors did all، فعلوا كل ما استطاعوا فعله. all هنا بتشيل الكمية. Shall I take you to hospital؟ I appreciate، قال أنا أقدر، I appreciate your concern، بقدر اهتمامك. Cut those two apples in halves، اقطع التفاحتين دولت الى انصاف. Get me، واديني او هات لي half an apple، نص تفاحه. Half an apple، half an apple، either half or غلط، لان either يبقوا اتنين. طب هما دلوقتي بقى اربع انصاص، لان هما عشان تفاحتين. either غلط لانها اتنين كده. They all were dead، كلهم ماتوا. No one survived، يبقى على قيد الحياه. No one survived. Which of your friends، أي من أصدقائك أنت بتشعر بالحزن عليه؟ For whom، هم هي اللي بيجي قبلها حرف جر، for whom. اللي بعدها تو، اتنين من خمس عمامي بيعيشوا في القاهرة، فقط ثلاثة اللي بيعيشوا بالخارج. اتنين ما ينفعش نصهم، لأن نص الخمسة ما ينفعش. اتنين منهم وبوث بتشيل اتنين فقط، تنفعش. I take hard exercise every day، it's useful in that. ازاي ذات تيجي قبلها حرف جر؟ ذات هنا بمعنى ان، وليس ضمير وصل. ذات هنا مش ضمير وصل، ذات هنا بمعنى ان. هذا مفيد فانني ابقى لائق بدنيا. I met none، ما قابلتش حد من زمايلي الا تامر، هما ما جوش الا تامر، ما قابلتش ولا واحد، none. I will try to do most of the work today، it has to be all. قال له اما تعمله كله ما تعملش حاجه في في العمل ده، يا اما كله يا اما فيش حاجه خالص. all it's good that you have your eyes examined، المهم اللي انت هتخلي عينك تفحص. every 6 months، اللي بيجي بعدها عدد، every بيجي بعدها عدد، each ما ينفعش بعدها عدد. every 4 years، كل اربع سنوات. each time، كل ما each time بتساوي when، each time، each time ديت بتساوي وين؟ عندما. He offered to sell me the tomatoes for half the، بنص السعر، half the price. On the road، في الطريق، where two rocks، في صخرتين، each كل صخرة فيهم عشان في بعدها مفرة، و each ممكن تتكتب من غير اسم. Both of them عايزة جمع، عايزة فعل جمع، مش هتنفع. They both عايزة فعل جمع، ما هنا ways على اس. You have two cars، عندك عربيتين. Neither of each، ولا واحدة فيهم أكبر من بتاعته. neither of which، neither of which، ولا واحدة فيهم أكبر من الأخرى. something that is challenging، الحاجة الصعبة challenging. when I have school I spend half of my time. أبوه كان have either or، إما أو. alive، على قيد الحياة ولا ميت. all، nearly all his life، كل حياته. ما ينفعش every مع his، ما ينفعش every مع his، دي كده غلط، ما ينفعش every مع his. A verse، بيت الشعر، should ease، يخفف الألم، ease the pain. بيت تست الواحدة الخامسة. He said he would help me us and I hope he won't break his promise، يخالف وعده. I like neither، ما بحبش ولا واحدة من البدلتين دولت، الاتنين موضة قديمة. neither عشان اتنين، عشان both. he has broken his her heart، أحزنها، هو دايما كده بيرجع في وعده. I can't marry، ما أقدرش أتزوج ولا واحد من الاتنين دولت، either عشان في نفي، ما ينفعش أنفي تاني، either. اللي بعدها unless the aching، لغاية ما الألم يتوقف. follow the rules، يتبع القواعد، rules. I need to be good at both، عشان and. don't make too much noise، the baby is، الولد is asleep، نائم. the poem has lots of words that rhyme، تقع في قافية مع. each engineer، كل مهندس. اللي بعدها يا جماعة the rules، يخالف القواعد، breaking the rules.
3 of us 8 half اتقطعت 6 قطع، 3 مننا اكلوا نصها والثلاثه الاخرين فضلوا. You all انتوا كلكم هتتعاقبوا، انتوا الثلاثه اشياء ما ينفعش نايذر، لان نايذر 2 وهاف اوف يو ما ينفعش نص الثلاثه وبص 2. The walk across the mountains was beautiful but challenging صعب. I like either بحب اي واحده من الاثنين، ده على حسب وقت السنه. اي واحده either يعني اي واحده، ما حددتش واحده معينه. It was very hot and busy in the market today and one tourist fainted اغمى عليه. في جمل كتير من كتاب مدرسه واضح قدامكم. The tourist left the boat and went ashore نحو الشاطئ. All the students كل الطلاب من القاهرة، ولا واحد فيهم من مدينة أخرى، ولا واحد يعني هم كتير كده، مش اتنين يعني ولا تلاتة وأربعة ولا غيره. My older sister is called Rana تسمى رنا. قال لك of us are keen on tennis both كلاهنا عشان هم اتنين أنا وأختي. اللي بعدها دي يا جماعة are still alive لسه على قيد الحياة. Neither قال له أول شيء قال له أنا عايز دي ولا دي، أنا عايز دي إيه؟ ليمون جويس. ليمون جويس. اللي بعدها جاء معاه نايذر، نايذر نوع نور نهال السوتبل فور ذا جوب، نايذر دي لاك اكسبيرينس. اللي بعدها انجل وورم اللي هم الدوده اللي هم بيصطادوا بها يعني كده. تقريبا بتتكلم على توام سيام، واحده من البنتين بس اللي هتعيش ايضر. طبعا اللي هم لازم يسمحوا اللي هم يتفصلوا بطريقه قانونيه، الناس يعني بقى اللي متابعه في القطع يعني ربنا معاها يعني متأيدين فعلا. ماشي، هما طبعا كانوا توأم يعني متصلين ببعض جوينت عشان بس الحال يعني عايز يعرف ولا غيره يعني. اللي بعدها ديت اذا لم يعملوا عمليه هم اللي ايه ولا واحد فيهم هيعيش. الفصل الثالث وات وزنت بارت اوف ذا سبتس بلان فور ذا كورونيشن ذا ريساندر ووك كونتينيو. ده ما كانش جزء في الخطه اللي هو هيكمل يكون الملك، لا ده اضطروا لها بعدين. امال الملك هيرجع للكاسل صح؟ ريساندر هيبقى الملك في يوم الكورونيشن بس. جوزيف يبدو اللي هو اتخانق مع رجاله مايكل عشان كده جوزيف كان مخلص الملك ما ماتش بسهوله. Hours after the coronation Michael went to his own castle راح للكاسل طبعا بعد الكورنيشن بساعات هو وماكسويل. On the coronation day مارشال ساركنيتش طبعا من غير امن للملك اللي هو رايت alone in the old part ولا سيد اتيست ولا didn't want the king to write ولا looked angry اللي هي رقم دي عشان كده كان عايز الجنود يمشوا قدامه، دي الوحيده اللي تنفع في ايه في الجمله دي. In what way بأي طريقة do you think Michael was a clever politician سياسي ماهر؟ ازاي مايكل يا جماعة كان سياسي ماهر؟ He bought a perfect plan حط خطة متقنة. Didn't speak ما اتكلمش أثناء الكورونيشن. Didn't speak during the coronation أثناء التتويج رغم اللي هو ده عارف طبعا ده مش أخوه الملك اللي هو شك في الأمر. What do you think of سبت؟ إيه رأيك في سبت؟ ويس حكيم اللي أنت عايزه بقى intelligent ذكي. وطبعا حكيم لما اطلقش النيران على مايكل في الفورك اي صفات يعني. في رايك وين ديد مايكل ستارت بدا يشعر اللي هو وسترابت اتعمل له فخ وقتها او كمين؟ في رايك انت يعني اكيد مايكل حس اللي هو اتعمل له فخ او كمين، ترابت يعني معناها كمين او اتضحك عليه يعني، لما لقى الملك قدامه في الكاسل، لما جاء ريساندر في الكورنيشن، لما الملك اتوج كراوند اتوج الملك اللي هو رودولف ريساندر، لما لقى قدامه الملك في الايه في الكورنيشن ساعتها his face became white. I am doing a survey how students spend their holidays. May I ask you some questions? ممكن أسألك. May I ask you some questions? ممكن أسألك بعض الأسئلة. قال له of course. تفضل يعني. Great. ما فيش مشكلة. Of course. Okay. Go ahead. قال له I think you have finished your exams. Haven't you? أليس كذلك? Haven't you? I hope for good results this year. I hope so. And well, I will first spend a week on the beach. والكلام ده كله. يقول له قول لي عن خطتك في الأجازة. Could you tell me about your plan in the holiday في الأجازة؟ قال له is it easy to find a job? Is it easy? وكملكم. Is it easy واكمل الجمله زي ما هي. قال له اي هوب اتمنى، قال له اي ويل تراي ذا نيو سيتيز هجرب المدن الجديده، اند اي هوب اتمنى اي ويل
find one على اي وظيفة. كلام بقى على المنتهي من الامتحانات يعني. ماشي. كثيرة من الحيوانات البرية والطيور على حافة الانقراض. اتش حافة الانقراض اكستنكشن بسبب تغير المناخ. يعتبر النيل الجارد يعني يعتبر النيل ارض لشريان الحياة، شريان الحياة في مصر، ولا يجب ان يكون تحت خطر. لا يستحق العيش من يرى غيره. هو ايفر من sees others يرى الآخرين. يتألم aching أو paining. and doesn't seek to relieve يخفف relieve أو ease their pains. لا يستحق العيش بقى doesn't deserve to live. deserve يعني يستحق، doesn't deserve to live يعني شكل كروكوت للترجمة كملها انتوا بقى يعني. Whoever sees others aching and doesn't seek to relieve their pains doesn't deserve to live. يعتقد ان الفقر، تقول it's thought that poverty is the main reason، وكمل بقى for most diseases او illnesses. ما تنسوش اللي فيه بعد الوحدة ان شاء الله الوحدة السادسة يعني، والريفيو الريفيو اللي هي بيه والوحدة السادسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.